السلام عليكم ورحمة الله. الثامنة في تونس في أخبارها عناوين الليلة مشاهدينا. بعد 11 سنة من اغتياله، 9 مساء الليلة موعد نقطة إعلام للتصريح بالحكم في قضية الشهيد شكري بالعيد فيما يخص جزءا من منفذي عملية الاغتيال. تخفيفا للاكتظاظ المروري وتسهيلا للحركة في ميناء بنزرت، توقيع عقد صفقة إنجاز جسر بنزرت الجديد الأكبر في تونس وإفريقيا، والأشغال تنطلق الشهر القادم. المحتل الصهيوني يواصل عدوانه الغاشم بحق الفلسطينيين رغم قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار فورا في غزة، قرار أثار ترحيبا دوليا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. رفعت رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس جلسة المحاكمة الملتئمة للنظر في قضية اغتيال شكري بالعيد، رفعتها للمفاوضة والتصريح بالحكم في جزء من مجموعة التنفيذ بعد مرور 11 سنة على اغتيال السياسي الوطني شكري بالعيد. المحكمة سمعت ودونت قبل ذلك طلبات 23 متهما تراوحت بين الحكم بقدر المسؤولية في القضية وعدم سماع الدعوة والبراءة واتصال القضاء. وستبث التلفزة التونسية مباشرة 9 مساء اليوم نقطة إعلام تعقدها المحكمة للتصريح بالأحكام الجزئية على القناة الوطنية الأولى، فتابعوها. فيما تتابعون الآن مشاهدينا تفاصيل المحاكمة اليوم مع نقل إيمان بن عمر. بعد 11 سنة من اغتيال شكري بالعيد ينتظر النطق بالإدانة في جزء من مجموعة التنفيذ، وذلك بعد أن استمعت ودونت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى طلبات 23 متهما، طلبات تراوحت بين الحكم بقدر المسؤولية في القضية وعدم سماع الدعوى والبراءة واتصال القضاء. شفتوا طلباتهم تراوحت بين عدم سماع الدعوة وبين حاكمني قد الأفعال اللي عملتها وبين اتصال القضاء، لأنه فما ناس فما أفعال فيها تتبعات وقضايا أخرى وهذا اللي القانون يخوله. إذا كان فما المحكمة باش تثبت، لأنه في إطار تشتيت الملفات اللي صار في ملف قضية الشهيد فما أفعال معناها وقع إفرادها بقضايا مستقلة أخرى وتتبع المتهمين فيها. اليوم ذاك علاش البعض من المتهمين طلبوا اتصال القضاء، يقول لك ما تنجمش تحكمني من أجل نفس الفعلة مرتين، وهذا القانون يمنعوا وحقهم طبعا في هذا الطلب، وهذا اليوم المحكمة باش تثبت في القضايا المنشورة وتثبت في الأفعال اسكو هي متطابقة مع الأفعال الموجودة في ملف الشهيد شكري بالعيد، مثلا اللي خبى سلاح، اللي خبى متهم، اللي ما أشعرش عنده معلومات وما حبش يقول عليها. إذا كان سبق وأنه ثبتت معناها صدرت أحكام في شأن المتهم نهج هذه الأفعال، طبعا القانون يمنع أنه يتحاكم مرتين. يمكن نسمع أحكام بعدم سماع الدعوة مش معناها راهي معناها قرينة للبراءة ولا دليل براءة، وإنما دليل وجود حكم سابق في شأن نفس الفعل. احنا باش نقيموا بعد الحكم بكل متهم وبكل فعل، وينتظر صدور أحكام في جزء من مجموعة التنفيذ في انتظار النظر في ملف مجموعة التخطيط. وهذا الملف الأول في المحاكمات، وجاي الملف الثاني هو الملف فيما يعرف بملف فتح دمق، وهي محاكمة جزء من مجموعة التخطيط لاغتيال الشهيد شكري بالعيد، واللي معناها سيقع تعيينه قريبا معناها قدام الدائرة المتعهدة بالقضايا الإرهاب. لكن زاد الحكم خاصة هو محصور في المجموعة التي نفذت اللي خطوا وصرفوا وحضروا العملية مازالت، ثم اللي أعطوا الأمر بالقيادة العليا مازالت، لكن على الأقل هذه مؤشر إيجابي وإيجابي جدا. هذا وقد انطلقت أولى جلسات المرافعات لمحامي القائمين بالحق الشخصي في السادس من فيفري المنقضي، تاريخ يتزامن مع ذكرى اغتيال شكري بالعيد. لم يحظى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية المقر
بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس لم يحظى بمصادقة الجلسة العامة بالبرلمان. مشروع قانون تباينت مواقف النواب بخصوصه بين مرحب بالمصادقة على هذه الاتفاقية ورافض لها. التفاصيل أكثر تفاصيل مشاهدينا في نقل أيمن بالحاج سالم. تباينت آراء نواب الشعب حول مشروع قانون الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية بغاية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، حيث أكد عدد من النواب أهمية هذه الاتفاقية في تحريك عجلة التنمية خاصة في المناطق الداخلية من خلال إحداث مواطن شغل للشباب، إلى جانب ضرورة الاستثمار في هذه الاتفاقية لتسريع نسق المشاريع المعطلة المتفق عليها في إطار التعاون التونسي القطري ومزيد العمل على تطوير نسق الاستثمار بين الجانبين. لتحسين الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي لابد من ضخ دماء جديدة في شكل استثمارات وفي شكل صناديق عملاقة ضخمة قادرة على أنها تقدم إضافة تنموية وإضافة اقتصادية للدولة التونسية، لكن يبقى أن تكون هذه الصناديق وأن تكون إذن هذه الاستثمارات وهذه التمويلات راجعة بالنظر إلى سيادية الدولة وإلى المخططات الوطنية الوطنية. الاتفاقية ستدفع من خلال التمويلات المرصودة بالصندوق نحو تحريك عجلة التنمية خاصة في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية المهمشة، وذلك من خلال إحداث مواطن شغل للشباب التونسي المعطل عن العمل خاصة أصحاب الشهائد العليا. في المقابل اعتبر بعض النواب أن هذه الاتفاقية تتضمن عديد الإخلالات خاصة فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لصندوق قطر للتنمية والتي قد تمس من السيادة الوطنية واستقلالية القرار وفق قولهم. مكن الصندوق هذا من امتلاك العقارات ولم يقع استثناء العقارات الفلاحية، فالخوف كل الخوف أن يقع اعتماد النقطة هذه في الاتفاقية ويقع التملك الأراضي الفلاحية. تحفظنا الثاني على أنه بإمكان الصندوق هذا أن يعمل شراكة مع أي جهة تونسية أو أجنبية من غير الرجوع إلى الدولة التونسية. برشا كلام قاعد يتقال مغلوط الحقيقة، برشا أحاديث على أنه صندوق هذا عنده الإمكانية باش يمتلك أراضي فلاحية، هذا من غير المقبول، على خاطر احنا نرجع للنصوص القانونية التونسية وأنه إذا كان نفرضوها المحامي وهذا العدل الإشهاد مش يكتب مخالف القانون ما ينجمش يكون، نفرضه هو خالف القانون يلزمو ترخيص من عند الوالي، ثم يلزمو التسجيل، ثم يلزمو دفتر خانة، وهذا من كلهم الإجراءات هي للتقييد، معناها في الأخر ما ينجمش يكون إنسان من غير تونسي يمتلك أراضي فلاحية. وفي ردها على تدخلات نواب البرلمان بيّنت وزيرة المالية سهام البغدير النمصية أن الامتيازات التي تتضمنها الاتفاقية لا تفوق الامتيازات التي منحت لصناديق تنموية أخرى، وأن تونس أمضت على العديد من اتفاقيات المقر. راهو السيادة الوطنية خط أحمر، خط أحمر، لا تمس هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال من السيادة الوطنية، وأحنا ما عندناش خيارات. السنة يلزمنا نخدموا على الاستثمارات، يلزم ترجع الحركية الاقتصادية، يلزم ترجع نسب النمو مش للنسب القدم اللي تعرفوها، أحسن من النسب اللي كنا نسجلوا فيها، باش هذايا بالعمل بدفع الاستثمار بإيجاد التمويلات. هذا وساهمت قطر في تمويل عدد من المشاريع التنموية في تونس بحوالي 90 مليون دولار إلى غاية شهر فيفريل الفارط، وقد تعهدت في إطار مؤتمر الاستثمار بدعم الدولة التونسية ب 1250 مليون دولار أمريكي، منها 1000 مليون دولار وديعة لدى البنك المركزي التونسي و250 دولار للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم تنفذ يوم الخميس 28 من مارس الجاري بكافة مقرات هيئات الانتخابات الفرعية عبر ولايات الجمهورية، تليها عملية الفرز. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أفادت أيضا أن التصريح بنتائج الانتخابات
والإعلان عن تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستتم في نقطة إعلامية تعقد اليوم ذاته 3:30 بعد الزوال بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس واحد بشارع باب بنات بالقصبة. باعتمادات جملية بقيمة 750 مليون دينار وقعت وزيرة التجهيز والإسكان ومدير عام الشركة الصينية للطرقات والجسور صباح اليوم الثلاثاء وقع عقد صفقة إنجاز الجسر الرئيسي الخاص بمشروع جسر بن زرت الجديد الأكبر في تونس وإفريقيا. وتفاصيل الخبر تتابعونها في نقل شيراز الخادمي. دعم البنية التحتية وتطوير شبكة الطرقات ودعم النقل والتنقل بين المناطق الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيسية، ذلك ما يهدف إليه مشروع الجسر الثابت ببن زرت الذي يتمثل في إحداث ربط دائم ومستمر بين الطريق السيارة 1004 ومدينة بن زرت. مشروع تم اليوم توقيع عقد صفقة إنجازه بين وزارة التجهيز والإسكان وإحدى الشركات الصينية. الحمد لله تم إمضاء العقد بين العقد اللي يتمثل في الجسر الرئيسي اللي هو في من جسر بن زرت. الجسر هذايا معناتها هو متكون من 3 أقساط، قسط أول يهم الربط الجنوبي اللي هو فيه معناتها طريق سريعة بطول 4.5 كيلومتر، فما الربط الشمالي بطول 2.7 كيلومتر، وفما الجسر الرئيسي اللي هو موضوع العقد متاع اليوم. العقد تم إمضاؤه بين وزارة التجهيز والإسكان المتمثلة في الإدارة العامة للجسور والطرقات وشركة صينية شوان للطرقات والجسور. مشروع معناتها كان ينتظروا ابناء وبنات بن زرت، ينتظروا كامل ولايه بن زرت. اليوم الجسر معناتها اكيد مش يكون سبب في معناتها الانشطه التجاريه والانشطه الاقتصاديه. اليوم تعرفوا منطقه بن زرت ومعناتها جايه في اعلى نقطه في 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 الخريطه، اليوم مش يتم ربطها وتكون عمليه الربط تكون سريعه مع كامل تراب الجمهوريه. نحن سعداء فعلا بالمشاركه في هذا المشروع، وسنحاول التسريع في انجاز الاشغال لانهائها في الاجال المحدده. ويعد هذا المشروع هو الجسر الأكبر في تونس وفي إفريقيا، وتم تمويله من قبل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية بالشراكة مع وزارة التجهيز والإسكان. القيمة متاع العقد هذه هو 610 مليون دينار، يمثل 80% من معناتها الكلفة الجملية اللي هي الكلفة الجملية 750 مليون دينار اللي فيها معناتها 3 أقساط هذوما. جسر أكبر جسر في تونس هذايا، نحب نأكد على الناحية هذه، هو من أكبر الجسور في إفريقيا. الطول نتاعو 2.1 كيلومتر والعلو نتاعو 59 متر على سطح الماء، يعني ينجم البواخر الكل تمر منه. هذا المشروع يبين التزام البنك الأوروبي للاستثمار في مرافقة تونس في مسارها التنموي من أجل تطوير ظروف العيش لمتساكني ولاية بن زرت. هذا المشروع لن يمكن فقط من تحسين ظروف عيش متساكني بن زرت، بل سيمكن أيضا من تسهيل المعاملات الاقتصادية بين تونس والبلدان المجاورة، إضافة إلى خلق مواطن شغل وتدعيم الأنشطة الاقتصادية. وسيمكن هذا المشروع الذي ستنطلق أشغاله الشهر القادم من تعزيز جاذبية ولاية بن زرت وتحسين قدرتها التنافسية ودعم إدماجها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تخفيض الضغط المروري على المدخل الوحيد لولاية بن زرت بإحداث مدخل ثان للمدينة. أوصى مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وتناول مشروع مجلة المياه الجديدة، أوصى بإعداد صيغة نهائية للمشروع تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي طرحها الحاضرون في المجلس، صيغة تعرض لاحقا على مجلس الوزراء للمصادقة. رئيس الحكومة ثمن في افتتاحه الجلسة وفق بلاغ رئاسة الحكومة، ثمن المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها منذ سنوات في إعداد مشروع مجلة المياه الجديدة والوصول إلى هذه المرحلة النهائية، مؤكدا أن مجلة المياه التي اعتمدت منذ 75 و900 و1000
لم تعد تواكب وضع المياه الحالي في تونس، خاصة في ظل انعكاسات التغيرات المناخية على منطقة البحر الأبيض المتوسط، ما يتطلب حماية الثروة المائية وإحكام التصرف فيها. وزير الفلاحة عبد المنعم بالعاتي بيّن أن مشروع مجلة المياه الجديدة يهدف إلى إصلاح حوكمة الملك العمومي للمياه وتكريس آليات التصرف المندمج والمستدام والتأقلم مع التغيرات المناخية والمحافظة على الموارد المائية وتثمينها في إطار بعد المشروع الوقائي والاستشرافي. بمعدل 400 مخالفة يومياً في العاصمة وحدها، ومع نقص مآوي السيارات الكبير عبر أنحاء منطقة تونس العاصمة البلدية، لا يفتأ موضوع رفع العربات وحجزها الشنغال يشغل ساكني مدينة تونس وزائريها ويؤرقهم، إذ بين ضرورة تطبيق القانون وغياب المآوي وما يطال السيارات من ضرر لدى رفعها، تتعالى شكوى المواطنين ويزداد قلقهم، كما تتابعون في نقل أمان الطرهوني. رغم وجود هذه العلامات التي تشير إلى منع الوقوف والتوقف في هذه الأماكن ورفع العربة إذا ما تمت المخالفة، تجد هذه السيارات في أماكن محجرة على الرصيف أو مفترق طرق أو غيرها من الوضعيات التي تتدخل على إثرها الفرق البلدية لرفع السيارات، تدخلات ترفع على إثرها سنوياً الشركتان المستغلتان والوكالة البلدية للتصرف قرابة 120 ألف مخالفة، أي بمعدل 400 مخالفة يومياً، مخالفات تمثل محل تذمر للمواطنين. دخلت المساحة حاصل خلينا الكهرباء من با ساعة من زمان، احنا ما نعرفوش اللي البلاصة هذيك ما انتردي يا اخي، جينا ما لقيناهاش، كي جينا نشوفوا هنا جيبها الشونغيل، شنو على ساعة معناتها وحدة تضرب 45 دينار، والله وقتها لعنا وخلينا الكارت جريس باش نمشوا نجيبوا الفلوس ونجوا، وراجلي ماهوش ما فوقوش معناتها الفلوس، علاش هك؟ فما تلقى مرات فما ناس تحط كهربتها وما يدريش على روحه غلط ولا، خاطر هو يكفي انه حط في مخه انه باش يحط الكهرباء يحط، حتى هي كان فما ممنوع الوقوف والتوقف. وفي الاغلب معناها ناخذ نسبه 70% انه الشنغال ديما يلوج لك على اي ثغره باش يهز الكهرباء، لانه هو المشكله اسكو فما اسيدو باركينغ هنا ساعه باش المواطن يلقى وين يحط كهربته، والا هذه المشكله الاولى. والمشكله الثانيه قبل ما يزيد وقت اللي الكهرباء مثلا تعطل السيركيلاسيون تنجم تهزها، كي تبدا بعيده ما فما حد شيء تهز فيها علاش؟ فهمني؟ دونك انا نرى اللي هما قاعدين يستغلوا وسيرتو كل الفلوس ماشيه للبريفي ماشيه للدوله. بلدية تونس أكدت وضعها لاستراتيجية تنظم عملية الوقوف والتوقف والمخالفات، وذلك بهدف تسهيل حركة المرور وإرشاد مستعملي السيارات للأماكن التي يسمح فيها وضع سياراتهم. البنية التحتية نتاع تونس ما تطورتش، خاصة في السنتر فيل بيان سور، معناها الطرقات هذيك الكاباسيتي نتاعها، اسطول السيارات تطور برشا، دونك بلدية تونس قامت بوضع استراتيجية في مجال الوقوف، معناها فيه المخالفات، فيه دي باركينغ ايتاج، فيه دي زون بلو، احنا ثم تراتيب بلدية وثم قانون مجال الطرقات، دونك ثم يتم رفع وحجز السيارة المخالفة لقانون الطرقات. الكراهب زاد اللي كي جان لا سيركيلاسيون، الكراهب اللي اون دوزيام بوزيسيون، الكراهب اللي في المنعرجات، الكراهب اللي كيما هلبيما اللي تفرغوا فيهم ما معناتها مع عدم ماهمش محترمين علامة الوقوف والتوقف. موفرين لهذا 25 باركينج بطاقة استيعاب تتجاوز ال 4000 مكان بخلاف الأماكن المسموح بها بصفة معناها مجانية. ومع الحركية الكبرى خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم، تدعو بلدية تونس أصحاب السيارات إلى التوجه إلى المآوي المنظمة. نحن تونا القاور احنا مجبورين باش نخدموا في القصبة في الليل، معناتها دوزيام كانزين متاع رمضان، فما إقبال كبير برشا على المنطقة هذيك، موفرينهم 1200 بلاصة معناها مأوى بطاقة استيعاب 1200، ما نوصلوش للشطرو، ماذا بينا يعاونونا ويتفهموا اللي يلزم باش نقضيوا على ظاهرة هذا الوقوف العشوائي وكل شيء، يدخلوا الباركينغ.
وأمام النقص الحاصل في عدد مآوي السيارات بالعاصمة والبالغ عددها 25 مأوى وارتفاع أسطول السيارات الذي تجاوز 1,000,000 سيارة، يؤمل أن يتم الإسراع في رقمنة منظومة وقوف السيارات ورفع المخالفات حتى يتم تجاوز إشكاليات رفع المخالفات وحجز السيارات وتعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين. وفق برمجة خاصة بكل ولاية وبمبادرة أساتذة متطوعين تشارك فيها مندوبيات التربية الجهوية ونقابات التعليم الثانوي الأساسية واتحادات الشغل الجهوية ومنظمات المجتمع المدني، تتواصل أشغال منتدى البكالوريا وقد صار منتديات وحدت الجهود من أجل تحسين تحصيل تلاميذ البكالوريا العلمية عبر تأمين دروس دعم لفائدتهم ومراجعة المواد الأساسية معهم، والنقل المتابع لجميلة صوالح محمد. بمعهد ابن أبي الزياف بالمرسى تواصلت دروس الدعم والمراجعة المواجهة لتلاميذ البكالوريا، دروس لقيت إقبال واستحسان العديد من التلاميذ. فترة قريبة للباك وكله وقيت باش نراجعوا حصص هذوم يعاونونا باش نراجعوا حاجات قدام نسيناهم. أكيد نفوني في الزوز وكمل صلحنا برشا وهكا الحق خير من اللي خد في الدرجة رمضان مانيش نقراو أنا وحدنا. نشجعوا هنا باش نقراو معناها ونصلحوا لي زيكزيرسيس وناخذوا كوريكسيون ونستنفوا أكثر معناها. دروس الدعم والمراجعة تندرج في إطار منتدى البكالوريا وهي مبادرة تنتظم بمشاركة تطوعية ل54 أستاذا في عديد الاختصاصات الأدبية والعلمية. شوف اللي التلامذة بحكم ضغط البرنامج فما بعض الحاجات وبعض يعني المهارات خاصة في الفلسفة أن تتقدم إضافة ودعم أكثر من الدروس الرسمية، يعني توفير وقت أكثر وخدمة أكثر للتلميذ كما قلنا من أجل توفير أسباب النجاح. نظرة الساد معناها الناس البرة للساد الباقي تفركس في الليتود وتوسا دونك بالنسبة لنا أموين وموان باش نوريو اللي رانا احنا مع تلمذتنا وقادرين أن نخدمو مغير حتى أنا حاجات مادية. منتدى البكالوريا يهدف وفق المندوب الجهوي للتربية تونس واحد إلى دعم جهود التلاميذ في تحسين تحصيلهم العلمي وضمان حسن استعدادهم للامتحان الوطني. الدروس هذه كلها مجانا للتلاميذ، كل مفتوحة للناس كل في كل الشعب وفي كل الاختصاصات، وهذه كانت البدء. احنا بالنسبة لتونس واحد سعينا أن تقع حتى على مستوى الجهة الكل، احنا عندنا نسبة تقريبا انخراط في المنتدى هذه بنسبة 40% من مؤسساتنا التربوية، وصلنا في قرابة 345 تلميذ اللي هم انخرطوا في العملية هذه قبل البكالوريا إن شاء الله التجريبية وقبل البكالوريا الرسمية، باش نواصلوا في عملية المنتديات حتى على مستوى مؤسسات أخرى على مستوى المدارس الإعدادية، مدارس الإعداد لمناظرة الدخول، تلامذة المناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية. منتدى البكالوريا لم يقتصر على ولاية تونس بل ينتظم بمختلف الولايات وفق برمجة خاصة بكل جهة. رحبت تونس بمطالبة قرار مجلس الأمن عدد 2728 بوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة احترامه وتنفيذه حالا ودون شروط، مع اتخاذ الإجراءات كافة لضمان تسريع نسق ونطاق دخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني دون عوائق، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ووضع حد للحصار الجائر المفروض عليهم. بلاغ وزارة الشؤون الخارجية في الصدد جاء فيه أن تونس تشدد على أن الواجب والمسؤولية القانونية والأخلاقية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين عاصمتها القدس الشريفة. الترحيب بقرار مجلس الأمن والمطالبة بتنفيذه فوراً أبرز ردود الفعل العربية والدولية كما تتابعون في تقرير وسام جويسم.
على إثر تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، رحبت حركة حماس بالقرار، كما أكدت استعدادها للانخراط في عملية تبادل الأسرى والرهائن فورا. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تبني القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان الصهيوني بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال من القطاع وإدخال المساعدات وعودة المهاجرين قسرا إلى مناطقهم. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي رحب بدوره بتبني قرار وقف إطلاق النار في القطاع خلال شهر رمضان أكد أن المطلوب الآن أن يتم تنفيذه على الأرض. تبني مجلس الأمن للقرار رحب به أيضا البرلمان العربي معتبرا أن القرار رغم تأخره وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان الصهيوني بشكل كامل ومستدام. تبني القرار لاقى أيضا ترحيبا من عديد الدول العربية على غرار مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن ولبنان والعراق، معبرة عن أملها في أن تكون خطوة أولى نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ودعت إلى ضرورة الامتثال لهذا القرار. من جهة أخرى قالت جنوب أفريقيا إن مسؤولية مجلس الأمن الآن هي ضمان الالتزام بالقرار الملزم لجميع الأطراف. وعلى إثر اعتماده من قبل مجلس الأمن رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقرار وقف إطلاق النار، مؤكدة أن تنفيذه أمر حيوي لحماية جميع المدنيين. ترحيب بالقرار عبرت عنه أيضا دول غربية، ودعا عدد منها مثل فرنسا وألمانيا إلى ضرورة تنفيذه على أرض الواقع. مقابل هذا الترحيب الدولي والمطالبة بالتعجيل في تنفيذ قرار مجلس الأمن، ندد المحتل بالقرار وعبر عن غضبه من امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وفي يوم العدوان الصهيوني الغاصب 72 بعد المئة، استمر القصف الصهيوني الهمجي والتدمير الممنهج الوحشي، ضرب بهما الاحتلال الغاشم قطاع غزة وأنحاءه خصوصا رفح، رغم أنف قرار وقف إطلاق النار الفوري وقد أقره مجلس الأمن أمس. لتوضح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية أونروا أنه عقب إعلان قرب انتشار المجاعة بالكامل في القطاع لم يتغير الكثير في مقدار الإمدادات التي تدخل غزة، لافتة إلى رفض الكيان الصهيوني الغاصب مرور أي قوافل غذائية تابعة لها إلى الشمال، رغم أن الوكالة هي عمود المساعدات الإنسانية الفقري داخل القطاع. قطاع غزة صامد، انتفت إنسانية الأوضاع فيه على يد المحتل الهمجي مع التهاب نار الجوع والعطش في جسده كله، لتفيد منظمة الصحة العالمية بوفاة 27 طفلا شمال غزة جراء سوء التغذية الحادة. وعلى عهد إخلاصهم لقضيتهم الكبرى لا يتزحزحون عنها قيد أنملة، خرج تونسيون ليل أمس أمام المسرح البلدي بالعاصمة مساندين وداعمين الإخوة الفلسطينيين المبادين بالتقتيل والتجويع الصهيونيين اللا إنسانيين، مطالبين بإيصال الإمدادات للغزاويين المحاصرين بالإبادة وعذاباتها المختلفة على يد الاحتلال الهمجي، كما تتابعون في نقل وفاء داود. لم ننسى ولن ننسى، تصدح حناجرهم باسم فلسطين مع مرور أشهر من العدوان على غزة في وقفة تضامنية رمزية تعود القيام بها مساء كل اثنين أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وقفة طالبت بوقف جرائم الإبادة الجماعية والمأساة الإنسانية في غزة التي راح ضحيتها أكثر من 32 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء. نحن نعتبر أن الحالة الشعبية هي حالة وطنية وهي مهجة التونسيين والتونسيات من أجل دعم القضية الفلسطينية. التونسي قاعد يوصل صوته بكل حرية ويحب يقول أنه كفوا أذاكم عن غزة وأوقفوا الحرب على غزة. هذا الشعب المقاوم، هذا الشعب الأبي، هذا الشعب الذي يدافع على أرضه وعرضه بصدور
عارية وبأقدام حافية. نجيو قاعدين كل نهار اثنين قاعدين نجيو نقف هنا نذكروا الناس اللي راهو فما اخواتنا واشقاقنا قاعدين يبادوا يعني في غزة، قاعدين نشوفوا الكم يعني الكبير، نشوفوا قاعدين نشوفوا في الضحايا والشهداء. احنا اليوم هنا نطالبوا بفتح المعابر، نطالبوا زاد مواطنين انه راهم ما يزموش يستانسوا، ويعني ما توليش غزة كان مجرد حاجة في الاخبار ولا الارقام تاع الشهداء وكانوا ارقام عادية، يعني لا بالعكس لازم الناس تواصل بنفس الشغف ونفس الحماس اللي في الايام الاولى بتاع الحرب. معناها البوستر بونكارت شعار مثل الشعارات اللي يرفعوا فيها هذه توصل اكيد، ونشوفوا معناها اتقلبت الموازين على الاقل على مستوى عالمي، والقضية أصبح عندها صيت عالمي. لا لازم يكون إنه التحرك مش بس علشان التضامن، التحرك بدنا إشي فعلي. لما نحكي نحن ستوب جينوسايد ولا وقف الإبادة الجماعية ولا وقف الاغتصابات، نحن هلا يعني أنا بالضبط ما بعرف مين عم بناشد، لأنه من تقريبا حنجد حاسة بالعجز لا نهائي، بس على القليلة إنه النساء لما يتم اغتصابها نحن ما أنا ما أكون قاعدة بالبيت ما عم بعمل إشي، إنه أطلع أحكي إنه نحن بدنا نوقف هاي الاغتصابات ونحن مش شايفين وساكتين. فك الحصار على فلسطين وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية لشعبها الأعزل يستوجب حسب عدد من المتظاهرين حصارا اقتصاديا على الكيان المحتل، تبدأ بمقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الصهيوني وتزيد من مخططاته الاستيطانية والدموية. هذه المقاومة متاعنا نحن، هذه المقاومة قاوم قاطع، على الأقل نحن ما نجموش نحاربوا، على الأقل نوصلوا صوتنا، على الأقل نقاطعوا المنتجات الداعمة للاحتلال الصهيوني. واحنا تلقنا شعار الحصار بالحصار، كما هما اليوم يحاصروا اهالينا في غزه لا ماء لا لا ماكله لا حتى شيء في شهر رمضان في ذيل زاد، احنا كيف اليوم نحاولوا بالسبل اللي موجوده عندنا ان نساندوهم. قبل ما تشريوا اي منتوج ثبتوا فيه هل هو داعم للكيان الصهيوني او لا، اليوم اضعف الايمان انه ناثروا عليهم اقتصاديا. هي رسائل من تونس الى فلسطين مضامينها ان القضيه الفلسطينيه في القلب دائما وابدا. سنكون كما كنا رئاسة وحكومة وشعبا ندافع على أكبر القضايا العادلة بكل الآليات الممكنة. فلسطين للفلسطينيين وعاصمتها القدس، وهي قضية لا حياد فيها. فوز تاريخي من أول جولة حققه في انتخابات السنغال الرئاسية مرشح المعارضة باسير ديوماي فاي البالغ من العمر 44 عاما، وقد أصبح خامس رئيس يحكم البلاد. أكبر خصوم الرئيس السنغالي الجديد مرشح السلطة أقر بفوز غريمه في الانتخابات بعد إعلان اللجنة الانتخابية منح النتائج الأولية فاي نحو 53.7% من الأصوات، ليتعهد الفائز في فاتح خطاباته رئيسا بالتركيز على تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات وخفض تكاليف المعيشة وبشفافية ومحاربة الفساد. في جولة الخبر الرياضي، ألغت جامعة كرة السلة التونسية العقوبات المتعلقة بحضور الجماهير للأندية كلها، ودعت في بلاغها مسؤولي الأندية إلى مزيد تأطير الجماهير وتجنب دخول الأشخاص الذين يتسببون في أعمال الشغب والعنف اللفظي والمادي. جامعة كرة السلة وعقب الجلسة المنعقدة بحضور ممثلين عن الجامعة ووزارة الداخلية تأمينا لحسن سير المباريات الرياضية، وضحت أنه تم إقرار تقليص أعداد الجماهير في كل قاعة تشهد أحداث عنف مهما كان نوعه أو استعمال شماريخ وألعاب نارية. ضمن مجريات بطولة مصر الودية في كرة القدم، يلاقي المنتخب التونسي مساء اليوم الثلاثاء منتخب نيوزيلندا بملعب القاهرة انطلاقا من الساعة 9 ليلا في مباراة ترتيبية عسى يتحصل على المركز الثالث إن فاز فيها، بعد أن أجرى مساء أمس حصة تدريب أخيرة ضمن تحضيراته للقاء خصصها الإطار الفني لضبط التعديلات التكتيكية المناسبة واختيار التشكيل الأساسي. المنتخب خسر في الدور نصف النهائي ضد كرواتيا بركلات ترجيح
بعد أن آل وقت اللقاء الأصلي إلى انتهاء دون تسجيل أهداف. رحلة خيال رقمي افتراضية كما لو عايش مرتحلوها أزمانا قديمة رافقت محطات البناء والازدهار يقترحها المسلك الثقافي التفاعلي ببان المدينة ابتكره وصممه مهندسون تونسيون ويقدمه مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي يقترحه على الكبار والصغار خصوصا حتى يكتشفوا من باب منارة وقنديله اللي ما يضوي كان على البراني كما يقول المثل التونسي تاريخ أبواب مدينة تونس العتيقة وثراء حكاياتها وقصصها عبر حقابه المختلفة كما تتابعون في نقل لطيفة حمدي. بيبان المدينة 2 هي رحلة من قلب المدينة العتيقة وتحديدا من باب منارة واعتمادا على تقنية الواقع الافتراضي المعزز يسافر الحاضرون عبر مسلك ثقافي تفاعلي رقمي لاكتشاف الثراء المعماري والهندسي لأبواب مدينة تونس العتيقة وأسرارها التي زادها المسار الضوئي الرقمي سحرا ورونقا. نعرفوا المدينة من بيبانها، من بيبانها وراء البيبان هذوما فما وراء الأسوار هذوما فما برشا خفايا، فما برشا حكايات، الحكايات هذيا باش نشوفوهم على طريق التكنولوجيا، عن طريق الرياليتي أوغمونتي، وعن طريق الرياليتي فيرتويل، وعن طريق الواقع المعزز، باش يشوفوا الباب كيما كان في الأصل، بيبان المدينة باش يشوفوهم كيما كانوا في أصلهم، كيما كان الباب الأصلي، وباش يسمعوا صوت يحكي لهم شنو هو الباب نتاع المدينة، والصوت هذايا يحكي بالدارجة، لكن زادة ترجمناه عن طريق الانتليجنس ارتيفيسيال الى عده لغات اخرى. وبتركيز مختبر ابداعي متنقل مكنت تظاهره بيبان المدينه من التعريف بجمله من مشاريع اصحاب المؤسسه الناشئه التي تثمن الموروث الثقافي وفسح المجال للاطفال للقيام بمغامره افتراضيه عبر حقبات تاريخ تونس. هدف ان نثمنوا التراث على تونس عن طريق سوليسيون جدد، بلاص انك تسمع باب الخضره ونحكيك على عزيزه عثمان انك تراها قدامك وتحكي لك هي على الصور نتاعها تكون اكسبيرونس خير برشا، خاصه الجينيراسيون الجديده اللي ما عادش تقرا كتب بالذكاء الاصطناعي بالواقع المعزز، ترى شخصيات قدامك نجم يحكيوا معاك ويتفاعلوا معاك. لعبه تاريخيه بالواقع الافتراضي اللي تحكي على المعارك اللي صارت بوروما وكرتاج في الحرب البونيه الثانيه، لان وين تلميذ واللاعب يدخل ياخذ البروفيل نتاع حنبال يبدا يلعب على حسب الاستراتيجي والتكتيك نتاعو في المعارك في كل وقت. لبست الكاسك محلية التجربة خاطر لقيت روحي دوب لبستها، دخلت كي في بيت فيها برشا تصاور، يعني قبلت حسني انا رجعت بالزمن، وهم واحد يعرف تاريخ بلاده والاكسبيريونس هذيا تخليك تحب بلادك بالحق برشا. اليوم جربت الكاسك حاجة جديدة وحاجة باهية على الاخر، بطريقة نجم نشوفوا المتاحف تاريخ تونس القديم. وبأسلوبه المتفرد قدم عبد الستار عمامو فقرة حكايات تونسية سرد فيها قصصا مثيرة عن أسرار أبواب المدينة العتيقة تابعها الحضور بكل اهتمام. فيما يلي مشاهدينا تذكير بعناوين الأخبار. بعد 11 سنة من اغتياله، 9 مساء الليلة موعد نقطة إعلام للتصريح بالحكم في قضية الشهيد شكري بالعيد فيما يخص جزءا من منفذي عملية الاغتيال. تخفيفا للاكتظاظ المروري وتسهيلا للحركة بميناء بنزرت، توقيع عقد صفقة إنجاز جسر بنزرت الجديد الأكبر في تونس وإفريقيا، والأشغال تنطلق الشهر القادم. المحتل الصهيوني يواصل عدوانه الغاشم بحق الفلسطينيين رغم قرار مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، قرار أثار ترحيبا دوليا. تابعوا الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمسح الرمز الظاهر على الشاشة ومشاهدة نشرات التلفزة التونسية بيت التونسيين. في أمان الله مشاهدينا.